السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال الفطائر أو بريوش مورق بطريقة جديدة ومختلفة. كيجي المنظر ديالو زوين بزاف كما كتشوفوا، وكتجي فيه واحد الطبقة مقرمشة من الفوق. كذلك الطريقة ديالو سهلة، مكوناته موجودين ومتوفرين في أي بيت. كيجي هشيش وخفيف ومورق من الداخل وكذلك مقرمش من برا. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. اذا على بركه الله غادي نبداو دائما مع اللائحه ديال المقادير. فغادي نحتاجوا لهذا العجين، غادي نحتاج له هنا 200 مللتر ديال الحليب دافي، وعندي ايضا واحد المعلقه كبيره عامره ديال الزبده مزيان، عندي ايضا 3 ديال الملاعق كبار ديال زيت نباتيه. المقادير بالغرام كاع تلقاهم مكتوبين في صندوق الوصف. ملعقه كبيره مع مرش ديال الخميره ديال الخبز بما انه الجو يعني سخون. عندي ايضا 4 ديال الملاعق كبار ديال السكر الخشن، وبيضه واحده. غادي نحتاج هنايا ثلث ديال الكاس ديال الماء دافي، وواحد ساشي ديال السكر ملسم بالفانيلا، والدقيق حسب الحاجه، دقيق ابيض بطبيعه الحال. فغادي نبداو اولا، اول مرحله غادي ناخذ الخميره ديالنا، كنضيف عليها ثلث ديال الكاس ديال الماء يكون دافي، وغادي نحركها بواحد الملعقه حتى غادي تذوب، وغادي نخليها تفاعل على جنب. اذا استعملتوا الخميره اللي كتكون طريه او المعجونه كديروا الضعف ديال الكميه ديال الخميره اللي كتكون هكا حبيبات. كذلك اذا كان الجو بارد استعملوا ملعقه كبيره عامره مزيان. هنا انا درت معلقه ما عمراش. بالنسبه للزبده فغادي نذوبها كما قلت ملعقه كبيره عامره مزيان. غادي نوريها لكم هنايا كيفاش كتكون 40 غرام، حاجتنا في 40 غرام ديال الزبده. فكان كما كتشوفوا معلقه كبيره عامره مزيان، غادي نديرها حتى تذوب، ومن بعد ندوزو مباشره لتحضير العجين. فكنوضع 200 مللتر ديال الحليب في الاناء اللي غادي نخلط فيه، وغادي نضيف عليه جميع المكونات اللي ذكرت لكم من الزيت الفاني الملحه كذلك ديك الزبده. وديك الخميره اللي خلطناها مع الماء وخليناها تفاعل تقريبا غير 5 ديال الدقائق بين الماء وجدنا يعني كلشي. هنا كنستعمل خلاط يدوي طبعا حتى السكر كنضيفو، وكنحرك مزيان، وكنضيف ديك الحبه ديال البيض، وكنرجع نحرك او نرجع نخلط بهذا الشكل هذا حتى نحصل على خليط منسجم. وصافي غادي نبدا نضيف الدقيق حسب الحاجه، 500 غرام تقريبا اللي هزات ليا العجينه، 520 غرام هكاك عندكم ميزانكم. عجينه ما خصهاش تكون جاريه او كتلصق بزاف في اليدين، ولا تكون طبعا قاسحه باش غادي يجينا البريوش او تجينا يجيونا الفطائر رطبين وطريين. فكنضيف شويه بشويه حتى نعجن او نجمع العجينه ديالي. كيف ما قلت لكم انا هزات ليا 520 غرام، غادي نحاول انني ندلكها كما كتلاحظوا، يعني هذا هو القوام ديالها فما كتلصقش. كنبقى كندلك فيها هكا حتى كترجع ملزه تقريبا واحد 5 حتى 8 ديال الدقائق ديال الدلك. طبعا يمكن لكم ديروها في العجانه. ملي كندلكها وكترجع ليا بهذا الشكل هذا، غادي نرجعها في الاناء اللي خلطتها فيه، نغطي عليها بلاستيك الغذائي ونخليها تتخمر ضعف الحجم ديالها. بالنسبه للمكونات ديال الخليط اللي غادي نستعملو للتوريق، وكذلك غادي نزينو به من الفوق داك الكرامبل، غادي نحتاج له هنايا خليط ما بين الدقيق السكر والزبده. فعندي 100 غرام ديال الزبده تكون رطبه، اي نوع ديال الزبده بغيتو تستعملو. عندي 150 غرام اللي هي كاس ونص ديال دقيق ابيض، 150 غرام ديال السكر الخشن او سكر سنيده اللي هي كاس ديال العنبه او ديال الشاي. كذلك غادي نزيد واحد الرشه ديال الملحه، وغادي ندمج هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم ونخلط حتى غادي نحصل على واحد الخليط يكون مفرتت او واحد الكرامبل بهذا الشكل اللي كتشوفوا. صافي هنا غادي ندخلو للثلاجه بما انه الجو سخون باش ما تذوبش ليا الزبده، وحتى الوقت اللي غادي توجد فيه توجد او تخمر ليا العجينه. الخميره هي من بعد ما خمرات كما كتشوفوا ضعف الحجم ديالها جوج مرات او ثلاثه، كنرش سطح العمل ديالي مزيان بالدقيق، وكنوضعها فوق منه، ونبدا كنطلقها باستعمال ديال الدلاك على شكل مستطيل اللي يكون كبير.
كنجيب من بعد داك الخليط داك الكرامبل اللي حضرنا وغادي نوزعه في النص. طبعا ما نديروش كميه كلها، غادي نديرو غير واحد شويه بهذا الشكل هذا، نوزعه في النص ديال المستطيل وغادي نطويه هكا كما كتشوفوا. نرجع ناخذ دلاك وغادي نبدا كنطلق العجين كما طويته كنبدا كنطلقه. دائما اذا احتاجيت الدقيق كنرش باش ما تلصقش ليا العجينه وتعذبني. غادي نرجعو نكررو نفس العمليه، دائما نفس الخليط كنديرو في النص ديال المستطيل نرجعو نطويو. وغادي نكررو نفس الطريقه، دائما نورقو بالدلاك بهذا الشكل هذا ونكررو العمليه لاخر مره. كنطوي العجين ونحاول انني نطلقه. غادي نقسمه على جوج باش يبان لكم احسن في الكاميرا. هنا كنطلقو يعني ما تطلقوش بزاف كما كتشوفوا، يعني كيكون الطريق باين. وكنبدا كنقطع داك المستطيل هكا المربعات او مستطيلات كما كتشوفوا، كنبدا كنجمع الاطراف او الجناب وكنضغط جيدا في الوسط هكا باش كيتبتوا ليا وما يتحلوش من بعد فاش كيخمروا فاش كيدخلوا للفران كما كتشوفوا. يعني الطريقه راه واضحه في الفيديو. غادي ندير نفس الشيء بالنسبه للقطعه الاخرى والمستطيل الاخر اللي بقى ديال العجين. وغادي نستفاد الفطائر في واحد اللاطه ديال الفران، من الاحسن تكون مفرشه بالورق ولا تكون مدهونه بالزيت جيدا. وكنغطي عليهم بلاستيك بواحد ايضا واحد المنديل، نخليهم حتى يخمروا مزيان ويتضاعف الحجم ديالهم باش هكا كنحصلوا عليهم خفاف. ومن بعد عاد نتلاقاو باش غادي نكملوا. ملي كيخمروا ليا الفطائر او البريوش كيكون الشكل ديالهم بحال هكا كما كتشوفوا، يعني كنخليهم يخمروا ويتنفخوا مزيان وكندهنهم بالبيض. هنا عندي بيضه كامله خلطت معاها شويه ديال القهوه سريعه الذوبان ونحاول انني ندهنهم بشويه طبعا باش ما ينزلوش بهذا الشكل. اخر حاجه قبل ما ندخلهم يطيبوا، غادي يطيبوا غادي ناخذ داك الكرامبل اللي حضرنا ويعني كنحتفظوا بواحد شويه باش غادي نستعملوه في التزيين وكنوزعوه هكا فوق من الفطائر او البريوش ديالنا بهذا الشكل هذا. غادي ندخلهم من بعد الفران يطيبوا، يكون مسخن من قبل 180 درجه من اسفل واعلى بالنسبه للفرن الكهربائي، والفرن ديال الغاز من الاسفل فقط حتى كيتحمر مزيان من التحت ويتقرمشوا. يمكن لكم تشعلوا من الفوق باش ياخذوا واحد اللون ذهب. النار دائما تكون من هادئه الى متوسطه على حسب الفرن ديالكم، اذا كيسخن بزاف ولا غير شويه. ملي كنخرجهم خليهم يبردوا وكنوضع هكا شويه ديال المربى ديال المشماش في الوسط او ديال الفريز كتزيين. طبعا هاد المرحله اختياريه، تقدروا ايضا ديروا شويه ديال الشوكولاته ديال الدهن او شوكولاته عادي، او يمكن لكم دهنهم بالنباج. صافي انا غادي نستمر غادي نزينهم بهذا الشكل وغادي نتلاقاو في الاخر ديال الفيديو باش نشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. هكا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر المورقه ديالنا، داك الخليط المقرمش واللي كيعطي واحد اللذه واحد المنظر غزال بزاف لهذا البريوش هذا كما كتشوفوا، كيجيو مورقين من الداخل مقرمشين من برا ولذاذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا اذا عجبتكم وصفه اليوم. ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا في القناه وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بتعليق ديالكم وارائكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف للمتابعه ونتلاقى فيديو جديد ان شاء الله.